وفي كلمته بالجلسة الافتتاحية، دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى زيادة التمويل الخاص من أجل مساعدة البلدان الأضعف في مواجهة التحدي المزدوج المتمثل في الفقر وتغير المناخ. ودعا ماكرون إلى إحداث ما وصفه بالصدمة المالية العامة. نحن نواجه أرضنا، نواجه شعوبنا. نحن نريد اليوم أن نرسي ميثاق جديد يقاوم الفقر في العالم. لا يستفيد منه جميع الشعوب التي تعيش التغير المناخي. وأول شيء لدينا اليوم أن نواجه الفقر. السكرتير العام كان في العام القادم سوف نقوم بعمل قمة، وسوف نتقابل هناك، وسوف يكون هناك أجندة من هنا لنهاية العالم نوضح فيها ما هو سوف نقوم بأهدافنا. رغم هذا التغير فيما يتعلق بحماية البيئة، فإن لدينا عدة تحديات تتصاعد ولدينا مخاطر كثيرة. إن عالمنا يواجه صدمات كثيرة. الذي قام بهذا هو الوباء الذي تعرضنا له.